فيما يتعلق بنبأ استشهاد أسير في سجون الاحتلال وهو عبد الله البحش. أهالي الأسرى في سجون الاحتلال لا يريدون استقبال أسرى شهداء ويحملون الصليب الأحمر ومؤسسات الأسرى حماية مسؤولية أو حماية الأسرى. وينضم لنا عبر الخط الهاتفي لمزيد من التفاصيل الأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أستاذ قدورة مساء الخير وأهلا بك معنا. على مساء الخير. بالبداية هل رشحت أي معلومات لديكم حول الظروف التي استشهد من خلالها الأسير عبد الله البحش وما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟ يعني ليست لدينا معلومات بسبب يعني تعذر التواصل بطريقة سلسة. نحن كلفنا مجموعة من المحامين لمتابعة هذا الموضوع لكن حتى الآن بلا نتائج. لكن هو شاب لا يعاني من أمراض خطيرة تهدد الحياة وهو في مقتبل العمر، وبالتالي استشهاده يؤشر إلى أنه قد تعرض إلى أمر ما من قبل سلطات الاحتلال، وهذا بات يعني كما هو معلوم للجميع بات منهج في علاقة السجان مع الأسرى، وبالتالي ربما يكون تعرض لاعتداء. لكن نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، في نهاية المطاف الصورة ستكون جلية سواء يعني من خلال الاستماع لشهادات من أسرى عنده في القسم كانوا عنده في القسم أو بأي طريقة أخرى، لأننا سنتوجه للمحكمة وهم سيكونوا ملزمين بتقديم تقرير ولو تقريرا أوليا قبل التشريح كيف هم يشخصون أسباب استشهاده. طيب أستاذ قدورة، عادة أو منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم الأسير الذي يستشهد لا تعطي إدارة مصلحة سجون الاحتلال أي معلومات عن هذا الموضوع، يعني تخفي هذه المعلومات وتتعنت في إخراجها؟ هي لا تخفيها لأنها لا تستطيع عفوا أن تخفيها. يعني في حالة الشهيد عبد الرحمن مرعي والشهيد ثائر أبو عصب، لأن السبب المباشر لاستشهادهما كانت أعمال الضرب والتي كانت واضحة على كل أنحاء جسدهما. يعني حين قدموا تقريرهم للمحكمة لم يكن بوسعهم سوى أن يذكروا الحقيقة أو جزء من الحقيقة. يعني في حالات أخرى، في حالة مثلا الأخ عرفات حمدان والذي كان يعاني من مرض السكري، كان صعبا علينا أن نثبت أنه استشهد نتيجة الاعتداء، ولكن حتى لو لم يكن اعتداء فقد قصرت وأهملت سلطات الاحتلال حالته صحيا، وكان يتناول أدوية منتظمة لمرض السكري ورفضوا أخذ الدواء حين اعتقلوه، ولم يمضي على اعتقاله إلا 48 ساعة ثم استشهد. فبالتالي إسرائيل، يعني حتى لو لم يكن هناك ضرب، إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية إما جراء إهمال طبي أو جراء الاعتداء بالضرب أو البيئة أو المناخ الذي صنعته دولة الاحتلال للأسرى كافة. فبالتالي يعني الجريمة مكتملة الأركان. نعم. نعم. يعني وأنت تؤكد إنه الأسير الشهيد عبد الله البحش لم يكن يعاني من أي أمراض أو حالة صحية كانت جيدة؟ هو عانى من مشكلة، الشهيد عبد الرحمن البحش عانى من مشكلة التشنج العصبي، يعني تصيبه موجات تشنج، ولكن عاصرنا عشرات الحالات من الأسرى الذين كانوا في حالة أصعب من حالته لم يؤدي ذلك إلى أن يستشهد. فبالتالي نحن نستبعد أن يكون استشهد نتيجة حالة شد عصبي أو يعني حالة انفعال أو ما إلى ذلك. يعني لا نريد أن نستبق الأمور، إن شاء الله يعني خلال اليومين القادمين ستكون الصورة أكثر وضوح. طيب أنتم ماذا ستفعلون لمعرفة حيثيات وفاة عبد الرحمن واستشهاده؟ تحدثت بأنكم ستتوجهون إلى المحكمة، هل من خطوات لمعرفة هذه الحيثيات؟ يعني نحن عادة نتوجه للمحكمة من أجل المطالبة بالتعرف على أسباب استشهاده، وكذلك للمطالبة بإجراء عملية تشريح تكون هناك يعني مشاركة عبر طبيب يمثل العائلة، يكون طبيبا مراقبا خلال عملية التشريح،
في حالة يعني الأخ عبد الرحمن مرعي، كان التقرير هذا الطبيب الذي يعمل مع أطباء لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، يعني كان تقريره تقريرا حاسما في إثبات واقعة أنه استشهد نتيجة الضرب. طيب أستاذ قدورة، أنت تتحدث عن الشهيد عبد الرحمن البحش أنه استشهد تحت تأثير الضرب؟ لا أنا أتحدث يعني للتدليل، يعني عن تجربة مع المحكمة، عن تجربة مع المحكمة. نعم. وأنا أقول أن التوجه رغم عدم ثقتنا بالنظام القضائي الإسرائيلي، إلا أن التوجه للمحكمة أحيانا يفيدنا في استصدار وثائق منهم هم تؤكد صحة ما نذهب إليه. في أن أعمال القمع هي السبب المباشر في الاستشهاد. طيب اسمح لي بهذا السؤال الأخير أستاذ قدورة، عائلات الأسرى أصدرت بيان حملت فيه الصليب الأحمر والمؤسسات العاملة أيضا في شؤون الأسرى مسؤولية ما يجري من اعتداءات للأسرى داخل سجون الاحتلال، والكل يسأل أين الصليب الأحمر من تحمل مسؤولياته مما يجري للأسرى داخل سجون هذا الأسير السابع الذي يستشهد منذ 7 أكتوبر، كذلك حملوا مسؤولية ما يجري لمؤسسات الأسرى، فماذا تقول بهذا الأمر؟ يعني إذا هيك معناها الاحتلال بريء، فلماذا نقول أن الاحتلال مجرم؟ يعني إذا كانت المشكلة في الصليب الأحمر والمشكلة في مؤسسات الأسرى، فإذا فيش احتلال. يعني هذا عمل غير صحيح ولا نقبله، لا نقبله. يعني أن نبحث لأنفسنا عن أعداء آخرين غير عدونا الحقيقي لنحملهم مسؤولية الجرائم التي يقترفها الاحتلال، هذا يعني صياغة وإصدار بيانات بسبب حالة غضب أو حالة قلق وهو مشروع، وهي متفهمة أكيد، والقلق يعني مشروع. أما الاستنتاجات البعيدة إنه يصير الصليب الأحمر هو عدونا، نعم لدينا ملاحظات على الصليب الأحمر وندعو الصليب الأحمر لأن يقوم بمسؤولياته وأن يتصرف وأن يتخذ موقفا، لكن أيضا لماذا نوهم أنفسنا وكأن الصليب الأحمر يستطيع أن يحاصر تل أبيب وبالتالي يلزم إسرائيل بأن تلتزم بالقانون الدولي وما إلى ذلك. يعني المبالغات، هذه المبالغات لا تفيد الشعب الفلسطيني، وربما هذا يريح الاحتلال انه يعني، ولا ياتينا احد بمقترح محدد. لا ياتينا احد بمقترح محدد، لو قمنا به ربما سيكون الحال افضل. نحن نعمل يعني نحن لا ننتبه احيانا اننا نعيش في حاله حرب، نحن في حرب وهي حرب انتقاميه آثمة مجرمة. يعني اما ان نفهم ذلك او لا نفهم. والضغوط كبيرة عليكم يعني وليست سهلة أيضا في هذا الأمر. يعني تضاعف عدد الأسرى. البعض يعتقد أن بإمكاننا أن نعطي معلومة عن كل أسير، هذا متعذر، ليس لأننا لا نرغب، هذا متعذر لأن الاحتلال وضع كل العراقيل التي لا تمكن المؤسسات من القيام بدورها ومسؤولياتها. نعم، لكن عائلات الأسرى أستاذ قدورة لديهم مشكلة مع المحامين، يعني لا يوجد عدد محامين كافين لكل هذا العدد الكبير من الأسرى الذي تم اعتقاله بعد 7 أكتوبر. يعني هل تم فرز محامين لهذه الأعداد كلها؟ البعض منهم يذهب لمحامين ليدفعون له بشكل شخصي، وهناك بعض حالات الاستغلال هناك. يعني هذه شكاوى من عائلات الأسرى تصلنا بشكل يومي أستاذ قدورة، ماذا يفعل أهل الأسرى؟ يعني احيانا يعني مساله يعني لا اريد ان اسميها، احيانا في هناك رغبه في شراء الوهم والاستماع الى اكاذيب بعض المحامين الذين يعتبرون هناك موسم. فيزور محامي خاص وياخذ مبلغ من العائله، فيظنون ان المحامي الخاص يزور، ولا ينتبهون لعشرات التقارير التي نصدرها عن زيارات نقوم بها لكل السجون. فنحن لا نعاني من نقص في المحامين فيما يتعلق بموضوع الزيارات. لما المحامين بروحوا على سجن، بيمشوا مثلا حتى سجن ريمون، وبكون الواحد منهم اخذ موافقه على زياره 5 أسرى، ما أن يصل باب السجن تعلن إدارة السجن الاستنفار وتعلن حالة الطوارئ ويقول للمحامي حظا أوفر تعال في مرة أخرى. كم مرة حدث هذا؟ حدثت عشرات المرات. أو يدخل المحامي ليبدأ بزيارة 5 المستهدفين في بعد مضي ربع ساعة على زيارة أول شخص فيهم من الأسرى، ثم يقولون أنه أعلن حالة الاستنفار اطلع برا. يعني في تعقيدات كثيرة. هاي سببها مش لأنه في حد، يعني أنا المحامين العاملين مع حياة الأسرة
يعني أنا أريد أن يجلسوا في مكاتبهم أو في بيوتهم دون أن يعملوا. بالعكس إحنا فاهمين كل المحامين، أنت في حالة استنفار في جزء من العمل الذي تقوم به هو لقاء أجرك وراتبك، وفي جزء آخر لقاء وطنيتك ومواطنتك. إحنا في حالة استنفار، حتى لو استدعيت للعمل الساعة 12 ليلا يجب أن تكون جاهزا. هذه هي التعليمات التي تصدر للمحامين. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تحياتنا لك، شكرا.